بنفس الديكور ده عملنا الجزء الاول من يبقى انت اكيد في مصر. نفس الديكور ده بالظبط، لينا ذكريات مع كل صوره من الصور ده، لينا ذكريات مع كل حته. ناجح يبقى انت اكيد في مصر، ناس كتيره زعلت من يبقى انت اكيد في مصر، على راسهم الحكومه، وناس كتيره جدا جدا فرحت بيبقى انت اكيد في مصر، على راسهم الناس البسيطه الظريفه. على كل حال قابلوني ناس في الشارع، كل الناس مبسوطه بيبقى انت اكيد في مصر ما عدا الناس اللي انا قلتهم. بعض الناس قالوا ازاي تطلع مصر بالصورة دي؟ مش مهم، كأني مصر سنة 60 مثلا، كأني العالم سنة 60. على كل حال يبقى انت اكيد في مصر نجح، وبنعمل منه الجزء التاني. في الجزء التاني يبقى انت اكيد في مصر معنا كرو جامد جدا، ومعنا مواضيع اجمد بقى من اللي فاتت، هنيجي فيها على الحكومة شوية صغيرين، وعلى الناس شوية كتار، لان احنا خلاص تقريبا خلصنا على الحكومة باقي الناس. مش قصدي يعني اتكلمنا عن الناس شوية في الحلقات دي، هنعرض حاجات كتير جدا، وهنتكلم بمنتهى الحب مش القسوة. على كل حال شوفوا الجزء التاني، وشوف أول حلقة في الجزء التاني للحلقة دي، وشوف هنتكلم في إيه عن الحلقة دي. شوف بقى، اتفرج على نفسك بقى وانت. يلا نبدأ الحلقة. النيل في مصر والنيل نجاشي، عبد الوهاب غنى للنيل، المصريين بيحبوا النيل قوي، الناس كلها بتغني للنيل، الناس في مصر بتحب للنيل او بتحب على النيل وبتحزن على النيل وبتشم هوا على النيل. بس بعض المصريين من حبهم في النيل بيتعاملوا معاه كانه جزء من الشقه، يعني لو الشقه فيها اوضتين وصاله وحمام ما يبقاش بقى في حمام في الشقه، بقى النيل، يعني اوضتين وصاله والنيل. عندنا نيل كبير قوي ممكن يستحمل كل مخلفاتنا. على كل حال الناس في مصر بتغسل في النيل، وبتطبخ في النيل، وبتحمي حيواناتها في النيل، وبت على النيل. وفي النهاية النيل تحول إلى تواليت كبير جدا ضخم جدا. وبال عندكم بقى لما تشوفوا النيل الشكل اللي هنشوفه في التقرير الجاي ده. اللي شايفينهم دول بعض المصريين، ولاد مصريين، ابناء مصريين بيموتوا في النيل، مش بس عشان يعني النيل غرام، انما عشان النيل بيقضي مصلحه. في الاخر خالص كل الغسيل ده بينزل في النيل، والميه بتبقى فيها بوتاس. لما نزلنا سالنا الناس في تقرير تحب تشرب ميه بالبوتاس، كانت ردود الناس غريبه جدا، كانه ما بيشوفوش النيل بيحصل فيه. كله قال لك بوتاس، بوتاس ازاي يعني؟ ده اللي بيحصل في النيل. تعالوا نشوف التقرير الجاي ونشوف ردود الناس على السؤال، تحب تشرب مية بالبوتاس؟ تحب تشرب مية بالبوتاس؟ لا أكيد لا طبعا، لا طبعا طبعا لا لا معك. مين يشرب مية بالبوتاس؟ مش معقولة. لا لا طبعا، لا طبعا، لا طبعا. في حد يشرب مية بالبوتاس؟ ازاي؟ مش في كايرو. احنا ما بطاس سميات من ضمن السموم، من ضمن المواد الكاويه. اشرب ميه تهري معدتي؟ معدنيه دي ولا ايه؟ طبعا البطاس مش كويس، بيهري المعده وكده. يا اكيد ميه مضره، في رعايه افضل من كده. الميه بتبقى مش نظيفه، انا ممكن تموت الانسان في ساعتها. طب ما هنموت، ده تلوث يعني، هيجيب لي امراض كتير زي مثلا فشل كلوي، زي حاجات كتير، زي التهاب في الرئه، حاجات كتير يعني. متجنن يعني في دماغه ولا ايه؟ مش معقول ابدا. ما ينفعش، ما ينفعش. الناس قالت واستغربت ازاي هنشرب ميه بالبوتاس، مش مهم، لان الناس بعضهم ما بيشوفش اللي بيحصل في النيل، عشان كده كانت ردودهم طيبه. انما احنا ما بنحترمش النيل خالص. هل بنحترم الفاكهه؟
بعد الفاصل نعرف قصة الفاكهة، هل احنا بنحترم الفاكهة ولا لا؟ وبعد الفاصل هنسمع حكايات عن الفاكهة هيلة. فاصل وهنرجع. في المشمش، دي كلمة دايما بيقولوها المصريين لما تبقى الحاجة مستحيلة مستحيلة. نزلت في مرة اشتري مشمش في موسم المشمش، قابلت راجل بياع انا بعرفه بس ما كنتش باخد بالي منه قوي، شبه الراجل اللي هيجي بعد شويه، مش عارف ليه البتاع دي ما بتسعفنيش كتير يعني. بس على كل حال هو راجل له طريقه كده، له جلابيه من ساعه ما اشتراها زمان ما بيغسلهاش، ليه ايدين شبه الايد دي بالظبط، شايفين الايدين عامله ازاي، تحس انه حاجه حفريات يعني. على كل حال وله وش زي ده ما تفهمش هو مبسوط ولا لا، هو لقى وشه كده اشتغل عليه يعني. على كل حال الراجل كان شكله جلابيته فظيعه جدا. اشتريت المشمش وبعدين عايز ادوقه بس التلوث، فقلت له ماله المشمش وحش كده، دي جمله بيقولها الزبون الناصح قوي. فقال لا ده زي الفل اهو بيه، اتفضل دوق. ادهاني ادوقها، انا قلت له لا بس اكيد مش نظيفه عشان التلوث اللي انت واقف فيه. قال لا 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 ازاي، وفي جلابيته اللي ما غسلهاش من دوره الامم الافريقيه عملها كده، جلابيته بالظبط بالظبط لون القار الزفت، احد مشتقات البترول، وايده نفسها يعني الجلابيه انضف من ايده. المهم قال لي لا اتفضل دوق. نفسي بقى غمت عليا وشكيت في نفسي. المهم قلت له مش عايز ادوق وما خدتش مشمش. بس سالت نفسي سؤال، هو احنا برضو بنحترم الفاكهه ولا ما بنحترمش الفاكهه؟ ده انت عشان تشتري فاكهه خد معاك مسحوق غسيل وجردل وحاجات كده واغسل شويه الفاكهه ودوق، جايز تطلع وحشه. على كل حال التين انضف من العنب ابو الدبان، وانضف من البطيخ، وانضف من حاجات كتير قوي. تعال شوف التقرير الجاي وبعدين نرجع تاني. ما عرفش تقصدني ولا لا، بس شوف ده كده. شايفين التين الشوكي ده اللي انتم شايفينه في الكاميرا؟ التين ده ليه علاقه او ليه قصه حصلت مع واحد صاحبي اسمه سامر. سامر ده تينك قوي وبيخرج من البيت يرجع زي ما نزل، مكوي ما بيتوسخش آلي يعني. سامر وقف يشتري تين شوكي من على عربيه تين شوكي، وقف كل شويه يقول للراجل اديني تين شوكي، الراجل يقشر له واحده ويديها له، اديني الثانيه، قشر له الثانيه واديها له، اديني الثالثه، الراجل قشر له الثالثه واداها له. اخر تنايه خالص سامر واقف ماسك التنايه ببقه والراجل بيقشر له الرابعه، فجاه الراجل رايح بصوت بقى حاجه جامده بصوت بقى، يظهر بقى انه كان عنده شويه افرازات. المهم الراجل عمل دي بصوت سامر كانت التنايه ببقه بالظبط، يعني عمل رويند لكل التين اللي كاله، رويند يعني رجع كل التين اللي كاله. المهم سامر جات له أزمة نفسية قاعد اليوم ده ما ياكلش. أنا دايما أسأل سؤال بعد ما شفت القصة دي بسأله لكم، بنسأله الناس في التقرير اللي جاي، لو إيد الفاكهاني مش نظيفة تسلم عليه ولا تشتري منه فاكهة؟ ها؟ اسمعوا بقى الردود، ناس طيبة بجد. فكهاني ايده مش نظيفة توافقي تشتري منه فاكهة او تسلمي عليه؟ اشتري وانا نقي، انا ما بحبش حد ينقيني، انا اللي انقي بايدي. ولا اشتري منه ولا اسلم عليه؟ اوافق اسلم عليه واشتري منه. لا مش اسلم عليه ولا اشتري منه برضه. لا اسلم عليه ليهم بيت عيلتي. ايده مش نظيفة اخد منه ازاي يعني الفاكهة؟ ما فاكهة اكيد مش هتبقى نظيفة من ايده. اوريدي لا مش هاخد منه عشان ايده مش نظيفة. لا شيء طبيعي ان النظافة العامة مهمة جدا، فلما الاقي اي واحد حاطط اي سلع عليها مكشوفه، في عليها عف، عليها دبان، عليها اي حشرات، مش ممكن طبعا اشتري منه. لا بس انا ممكن اسلم، انا راجل نسلم على بعض سلام لله، لكن اشتري منه لا. اي انسان ايده مش نظيفه ما فيش اسلم عليه او اشتري منه. الاول اعرف مين حضرتك يعني ممكن اسلم عليه، اصل هو دي في الفاكهه ده شغله يعني. لا مش هشتري ولا اسلم عليه اصلا. الحل هروح اسيبه. ف
في الفاكهه بتتغسل، وموضوع سلم عليه ده يعني عادي يعني السلام ده بتاع ربنا. لا طبعا. تسلم عليه ولا تشتري منه؟ سؤال وجهناه للناس، وسمعنا ناس حاولت تجامل الراجل قالت لك والله ما فيهاش حاجه يعني، وناس قالت لا لا سلم ولا اشتري. لحد ما نرجع نروح فاصل ونرجع، اسال نفسك السؤال ده، لو الفاكهاني ايده مش نظيفه تسلم عليه ولا تشتري منه؟ في تقرير حكومي نشرته جريدة مصر اليوم، يعني الحكومة هي اللي عاملاه. التقرير بيقول إن في مصر 1221 منطقة عشوائية. رقم مهول. الرقم الأكتر منه إن المناطق دي بيعيش فيها حوالي 15 مليون نسمة. بني آدم يعني، نسمة يا بني آدم. ما أعرفش يعني إيه النسمة دي. على كل حال ال 15 مليون نسمة دول كتير قوي. أكتر من دول كتير جدا، ده في دول عاملة دول ما فيهاش 3 مليون بني آدم. ده في دول قاعدة على مش مهم. المهم ان انا قعدت اتخيل بعد 10 سنين ال 15 مليون دول هيبقوا قد ايه؟ ما هم هيكتروا، ما هم هيزيدوا 30 مليون مثلا. ده معناه ان احنا هنبقى في قارة عشوائية، وهيبقى في مدرسة عشوائية ومنتخب عشوائي ودوري عشوائي زي اللي حصل دلوقتي برضه. هيبقى في كل حاجة في الدنيا عشوائية. ده احنا هنبقى عشوائيين جدا بشكل عشوائي. هنروح للتقرير العشوائي، أسطح منازل عشوائية. في تقرير عشوائي عمله خالد بشكل عشوائي، التقرير الجاي. زي المناطق العشوائية اللي شفناها في التقرير اللي فات ده، في مناطق في مصر مش عشوائية وجميلة جدا. مناطق اللي بتشوفها تقول أنا أكيد أكيد في مصر. شوفوا التقرير الجاي يقول أنت أكيد أكيد في مصر جد. من كتر ما نجح الجزء الاول من برنامجنا ده يبقى انت اكيد في مصر، بدات تطلع على النت حاجات كده ناس يبعتوا لبعض الصور. الصور دي فيها حاجات كوميدي عن مصر وعن اشخاص مصريين بس تموت من الضحك، وبيكتبوا على الصور دي انت اكيد في مصر. الصور دي وصلتني كده ايميلات منها كتير. فريق البرنامج كله على راسه خالد شبانه قررنا نعمل فقره جديده في الجزء الثاني ده اسمها فقره الصوره. كل مره هنعرض صوره من اللي بعتوا لنا دول. في الصورة دي هنشوف ايه التعليق اللي عليها، وانتوا تعلقوا براحتكم. الصورة بتاعت النهاردة في حلقة النهاردة صورة زي ما انتوا شايفين، لوحة كبيرة مكتوب عليها مصر أرض الحضارة، وشوية برسيم مزروعين، وحمار بني ما تفهمش ولا أسود. المهم الحمار غلبان، ملوش علاقة بالحضارة ولا بمصر ولا بالأرض. على كل حال دي فقرة الصورة النهاردة. شوف وعلق أنت براحتك عشان تقول أنا أكيد 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 في مصر. ما نرضاش نزعل مصر عشان بنحبها، وعشان بنحبها ما نرضلهاش تبقى كده. وساعات بنقسى على مصر ونقول عليها كلام من ورا قلبنا يعني كده وكده، بس برضو احنا نحب نشوف مصر ما نشوفهاش كده، نشوفها كده مش كده. وساعتها نقول احنا اكيد 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 في مصر.